معنا من رميلان مراسلنا هجار السيد. هجار، كيف يبدو الموقف ما بين القوات الأمريكية والروسية؟ كان هناك تنسيق يعني عام في مجمل الملفات حتى في الدوريات يعني المشتركة وما شابه، الآن الموقف كيف يبدو؟ نعم بالفعل، اليوم صباحا انتقلت إلى مدينة رميلان والتي يقع فيها أكبر القواعد الأمريكية العسكرية في هذه المناطق. لا يوجد أي تحرك للقوات الأمريكية حتى هذه اللحظة، حيث أعلن القيادة الأمريكية يوم أمس الجمعة. طيب هجار، حيث تشمل هذه التعزيزات نشر رادار سنتينال وأيضا تكثيف لطائرات التحالف فوق مناطق شمال شرقي سوريا وإرسال مدرعات برادلي والتي ذهبت قبل سنة في أكتوبر بعد قرار الرئيس الأمريكي بانسحاب هذه المدرعات من مناطق شمال شرقي سوريا. جاءت هذه التعزيزات بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت في منطقة ديريك بين القوات الأمريكية والروسية والتي أصيب 6 مقاتلين من جنود القوات الأمريكية في منطقة ريف ديريك، وبحسب المراقبين أن هذه التعزيزات سوف تستقر في منطقة ديريك وذلك لأهميتها بالنسبة للقوات الأمريكية، حيث هناك معبر سيمالكا يمر فيها بشكل شبه يومي القوات الأمريكية ويمر فيها المواد اللوجستية إلى مناطق شمال شرقي سوريا، وأيضا تحاول القوات الروسية أكثر من مرة إنشاء قاعدة عسكرية في تلك المناطق. جاءت هذه التعزيزات بعد المضايقات التي حصلت للقرى التابعة الموالية لحكومة دمشق، وأيضا المضايقات التي تحدث بين والصراعات التي بين القوات الروسية والأمريكية في هذه المناطق في منطقة رميلان. نعم إذا كان معي من رميلان مراسلنا هجار السيد.